الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين كلامنا في حديث الامامه وهو الحديث الذي رواه الكلين رضوان الله تعالى عليه عن الامام الرضا عليه الصلاه والسلام في هذا المقطع من الحديث الشريف الذي نريد ان نبينه في هذه الحلقه يذكر الامام الرضا عليه السلام جمله من الامور المرتبطه بالامامه فيبين منزلة الإمامة من جهة و فائدتها من جهة أخرى يبينها ويبين محل الإمامة من الدين فيقول عليه السلام إن الإمامة هي منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء إن الإمامة خلافة الله وخلافة الرسول ومقام أمير المؤمنين عليه السلام وميراث الحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء يذكر أحوال جملة من الأنبياء ثم بعد ذلك يقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. الله هو الذي جعلهم ائمة، فإذا هي منزلة للأنبياء وليس لجميع الأنبياء، لأن بعض الأنبياء كانوا أئمة وبعضهم لم يكونوا أئمة، وكما ذكرنا في حلقات ماضية أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان نبياً رسولاً ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى اختبره باختبارات جمه، وفي اخير حياته جعله إماما، حينما نجح في اخر امتحان واصعب امتحان، واصعب امتحان وهو الامر بذبح اسماعيل، وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين فاذا الله سبحانه وتعالى جعل بعض الانبياء ائمه فهذه منزله رفيعه ان بعض الانبياء الله بعد ان اختارهم للنبوه يختبرهم ثم بعد ذلك يمنحهم الامامه فهذه الإمامة درجة عظيمة لأنها فوق درجة النبوة، ولم ينالها كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإنما نالها بعض الأنبياء، فلذا مقامها سامي جداً. واحد لا يتصور أن الإمامة هي مجرد رئاسة، وأي حاكم هو إمام، سواء كان حاكم عدل. او حاكم جور كلا الامامه الالهيه التي الله سبحانه وتعالى اختار لها بعض الانبياء لا كلهم هذه منزلتها رفيعه جدا وليس بالضروره ان يكون الامام الذي يختاره الله سبحانه وتعالى حاكما فابراهيم على نبينا واله وعليه الصلاه والسلام لم يحكم لم يرد في التاريخ ولا في الروايات ولا في الآيات انه حكم على الناس، ولكن مع ذلك كان إماما للناس، لأن الإمام منصب إلهي وله شؤون، ومن شؤونه الحكم، وليس بالضرورة ان يحكم، يمكن للناس ان يتمردوا على امر الله سبحانه وتعالى، ويمنعوا النبي الامام من الحكم. لكن هذا لا يمنع ان يكون الله سبحانه وتعالى قد منحه الامامه. لذا الامام الرضا في هذا الحديث يقول ان الامامه هي منزله الانبياء، يعني منزله للانبياء لا لجميعهم بل لبعضهم. وارث الاوصياء يعني توارثه الاوصياء من الانبياء واورثوه الى من بعدهم. لأن الإرث هنا بمعنى الموروث، الراغب الإصفهاني في كتاب المفردات يذكر: يقال لكل من حصل له شيء من غير تعب قد ورث كذا، ويقال لمن خول شيئا مهنئا أورث، في الآية الشريفة: يرثون الفردوس هم فيها خالدون، كيف يرثون تلك الجنة؟ الله سبحانه وتعالى رزقهم ذلك الشيء وكان شيئا مهنئا لهم صحيحهم هم تعبوا له هم اتقوا الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا والله سبحانه وتعالى عوضهم بالجنان لكن هذه الجنة مهنات فكلوه هنيئا مريئا من هذا القبيل يتهنؤون فيها فإرث الأوصياء يعني الأوصياء توارثوها عن الأنبياء أو الأوصياء أورثوها إلى من بعدهم لأن الله سبحانه وتعالى اختار أنبياء واختار أوصياء مثلا عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام لم يكن بعده نبي رسول إلا محمد صلى الله عليه وآله كما في الآية الشريفة على فترة من الرسل طبعا كان هناك بعض الانبياء ولكن لم يكن هناك رسل بين عيسى ومحمد صلى الله عليه واله زين، بعد عيسى كان لعيسى اوصياء هؤلاء الاوصياء لم يكونوا انبياء فمن وصي الى وصي الى ان وصل الى عبد المطلب عليه السلام جد الرسول صلى الله عليه واله هذا كان من اوصياء عيسى ومن بعد عبد المطلب وصلت الوصاية إلى أبي طالب عليه السلام عم الرسول صلى الله عليه وآله ثم سلم المواريث إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وبعد ذلك قبضه الله سبحانه وتعالى إلى جواره فهؤلاء أوصياء كانوا من عيسى إلى محمد صلى الله عليه وآله وبعضهم يعني بعض الأوصياء كانوا أئمة لم يكونوا انبياء انما كانوا ائمه وارث الاوصياء زين الشيء الذي هي منزله للانبياء فضيله لهم يتوارثها يتوارثها الاوصياء منهم ومن الاوصياء الى من بعدهم من الاوصياء او من الانبياء هذه منزلتها عظيمه مو كل واحد يجي احنا ننتخبه ويصير امام على الناس بهذه المنزلة الإلهية؟ نعم، يمكن يصير حاكم. أنت تنتخب حاكم. لكن هذا الحاكم هل يكون له درجة الإمامة الإلهية؟ كلا، لأنها اختيار من الله سبحانه وتعالى، ومنزلة من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. فلذا لابد أن يتبوأ منصب الإمامة، شخص له القابلية يكون كالأنبياء كالأوصياء أو أفضل منهم. إن الإمام خلافة الله هذا تعليل يعني لماذا هي منزلة الأنبياء؟ لماذا هي إرث الأوصياء؟ ولا يمكن أن يتبوأها غيرهم لأن الإمام خلافة الله الله سبحانه وتعالى في القرآن حينما يخاطب الملائكة يقول إني جاعل في الأرض خليفة وفي آية أخرى يقول إنا ليخاطب داود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض شنو معنى الخليفة؟ يعني يخلف خليفة الرجل من يخلفه زين خليفة الله يعني شنو؟ يعني الأشياء والأوامر التي يريد الله سبحانه وتعالى تنفيذها في الأرض ينفذه هذا الشخص فهو خليفة الله الله سبحانه وتعالى هو قادر على كل شيء ويتمكن من ان يقدر الامور او يخلق يخلق الامور او يصنع الامور مباشرة لكن حكمته اقتضت ان يجعل وسائط، الله سبحانه وتعالى قادر على ان يوحي الدين الى كل انسان لكن هذا خلاف الحكمه لانه ليس كل انسان قابل لان يكون محلا لقبول الوحي فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل واسطهم الانبياء يوحي الى الانبياء الانبياء يبلغون ما اوحاه الله سبحانه وتعالى اليهم الله سبحانه وتعالى جعل ادم خليفه في الارض يعني ينفذ اوامر الله سبحانه وتعالى في هذه الارض فلذلك الخلافه صارت الامامه صارت منزله الانبياء وارث الاوصياء لانها خلافة الله سبحانه وتعالى. ان الامام خلافة الله وخلافة الرسول صلى الله عليه واله. هذا يكون خليفة للرسول. لازم يكون هناك نوع من السنخية بينه وبين الرسول صلى الله عليه واله. والا يجي واحد شاب مستهتر، فاسق، فاجر، ماجن كيزيد بن معاوية. أو كالمتوكل ويأتي ويدعي أن خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله ماكو مناسبة بينه وبين الرسول خليفة الرسول يجب أن يناسبه وخليفة الرجل يجب أن يناسبه لا أن يكون شيئا غير مناسب والله سبحانه وتعالى حكيم هو الذي يختار الخليفة فلذا يختار المناسب من هو المناسب ومقام أمير المؤمنين وميراث الحسن والحسين، هذا مقام علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام هو خليفه الرسول، وهناك روايات كثيره روتها العامه والخاصه ان الرسول صلى الله عليه واله خاطب علي بن ابي طالب انت كذا وكذا وخليفتي من بعدي تخلفني من بعدي لان هناك مناسبه بين الرسول وبين علي بن ابي طالب كلاهما من شجره واحده الرسول صلى الله عليه واله قال انت مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي، هذا استثناء. لانه لا نبوه بعد محمد صلى الله عليه واله. اما بقيه منازل هارون التي كانت لها له من موسى عليه الصلاه والسلام، وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. كلما كان يغيب رسول الله صلى الله عليه واله وعلي موجود جعل عليا خليفة يخلف الرسول في اموره في شؤونه ولذلك مثلا في قضية تبليغ سورة براءة الله سبحانه وتعالى امر الرسول ان يبلغ سورة براءة لاهل مكة براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين زين في البدايه اعطى ايات البراءه اعطاها لأبي بكر لكي يذهب الى الى مكه ويتلو هذه الآيات على الناس لكن نزل جبرائيل على رسول الله محمد صلى الله عليه واله انه لا يؤديها الا انت او رجل منك فلذا ارسل رسول الله صلى الله عليه واله عليا عليه السلام فاخذ الايات من يد ابي بكر وذهب علي عليه السلام الى مكه وتلا هذه الايات وبلغها ومقام امير المؤمنين وميراث الحسن والحسين عليهم الصلاه والسلام وهما سيدا شباب اهل الجنه زين هذه الامامه بهذه المنزله العظيمه ونحن نعلم ان الله سبحانه وتعالى حكيم. ولا يعمل عمل اعتباطا. الله سبحانه وتعالى لا يلعب، لا يلهو. ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. والله سبحانه وتعالى حكيم، الحكيم بمعنى الاحكام احكام في الشيء ويلازمه وضع الشيء في موضعه فلا يكون عملا من اعماله اعتباطا لماذا الله سبحانه وتعالى ملح منح الانبياء الخلافه لماذا منحهم الامامه لغرض لحكمه والله سبحانه وتعالى هو الحكيم لذا الامام الرضا عليه الصلاه والسلام يقول: ان الامامه زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين. ان الامامه زمام الدين. الامام هو الذي يمسك الزمام في الدين. هذا تشبيه الدابه يجعل في فمها لجام وثم هذا اللجام يربط بحبل وهذا الحبل يكون بيد الراكب يسير هذه الدابه حيثما يريد طرف اليمين اليسار يوقفها الذي يتبوأ منصب الامامه هو الذي يفسر الدين للناس يبين الدين للناس فلا بد ان يكون شخصيه مختاره شخصية مصطفاة شخصية لا تتلاعب في الدين لا تتحكمها الأهواء والشهوات لا تخطئ لا تغلط لأن الدين الناس ارتبط بها لذلك إذا واحد تبوأ المنصب وهو ليس بمعصوم قد تتحكم به الشهوات يحرف الدين يحرفون الكلمة عن مواضعه كما نشاهد أن كثير من حكام الجور حرفوا كثيرا من مسائل الدين كانوا يدفعون الأموال لبعض وعاظ السلاطين ليضعوا الأحاديث يضع حديثا ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لينال جائزة من الحاكم زين ليش الحاكم يضع هذا الحديث لأنه يريد يسير حسب شهواته أي مكان يشوف أنه ما يقدر يسير الأمور حسب شهواته إلا بوضع حديث زين وعاظ السلاطين موجودين يعطيهم فلوس هم هم يسبحون بحمده ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله وبعدين هم يهيئون الأجواء كذا بأن هذا الثقة جليل كذا وكذا وكذا حتى الناس يخدعون بذلك إذا في الحديث الشريف إذا وجدتم العلماء على أبواب السلاطين فقولوا بئس العلماء وبئس السلاطين هذا العالم الذي يذهب إلى باب السلطان ويستلم منه الأموال هذا بالتدريج سيصبح أداة بيد ذلك السلطان وخاصة إذا السلطان كان لا يخشى الله سبحانه وتعالى وغالب السلاطين هكذا. أحيانا السلطان عنده شهوة يشوف هذه الشهوة لا يتقبلها المسلمين. زين يقول لواعظ السلطان أن ضع حديثا أن رسول الله صلى الله عليه واله فعل كذا. وهذا هم يكذب ويقول للناس فعل رسول الله كذا. زين هذا الحاكم أيضا يأتي ويفعل ذلك الفعل الذي يشتهيه. وأمام الناس أنه قد استنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله يعني هو عند شهوة يريد بدون ملامة حسب شهوته يسير يضع الحديث وثم يبين فضيلة أنه آيد أستنى برسول الله صلى الله عليه وآله في الحديث الشريف الرسول صلى الله عليه وآله حذر كثرت, كثرت علي الكذابه أو كثرت علي الكذابة يعني الجماعة التي تكذب الإمامة زمام الدين ولذلك تجد أن الإسلام صافيا وصل إلينا عن طريق الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وكما يقول الشاعر ووالي أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري ولذلك الله سبحانه وتعالى امر رسوله ان يبلغ يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وكان ذلك في بيعه الغدير وقال رسول الله صلى الله عليه واله اني تارك فيكم الثقلين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وعترتي اهل بيتي خلفهما معا القران يبين الخطوط العامة وأهل البيت يفسرون القرآن كما فسره رسول الله صلى الله عليه وآله لذا إن الإمامة زمام الدين تمنع الدين عن الانحراف لماذا انحرفت اليهودية؟ لماذا انحرفت النصرانية؟ اليهودية في الأساس دين الله الذي أنزله على موسى إنا هدنا إليك وهو الذي كان بسببه الله سبحانه وتعالى فضل بني إسرائيل على العالمين لكن حينما خلا الأمر من أئمة يحفظون, يحفظون الناس لذلك جاء المحرفون وحرفوا الله أرسل أنبياء باستمرار في بني إسرائيل وهؤلاء كانوا يحفظون الدين من الانحراف لكن حينما انقطع الأنبياء حرفوا وكذلك النصارى الله سبحانه وتعالى الدين الذي أنزله على عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام هي هو ملة إبراهيم وشريعة عيسى بعد عيسى عليه الصلاة والسلام قسم حرفوا وقسم ثبت ثبتوا لكن الذين ثبتوا بالتدريج اضمحلوا وبقي الذين حرفوا وحتى التوراة حرفوا وحتى الإنجيل حرفوها ولولا أن الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الأمة أئمة من أهل البيت لا يفترقون عن القرآن ويحفظون الدين لكان الدين أيضا الإسلامي حكم حكم اليهودية والنصارية انحرف نشوف هل قد فرق مختلفة لكن الدين الحق باقي. انت ما عليك بالفرق المختلفة المنحرفة، الدين الحق باق وحجة الله سبحانه وتعالى على الناس باقية. فالدين يحفظ بسبب الإمامة. ونظام المسلمين يعني تنفع تمنع انفراط أمورهم، فكل مسلم يعيش حياة كريمة منظمة منتظمة ليس امره فرط. ونظام المسلمين الخوارج حينما خرجوا على امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام ماذا كان شعارهم؟ الحكم لله لا لك يا علي. امير المؤمنين كان يقول كلمة حق يراد بها باطل. كلمة حق لانها ايه قرانيه ان الحكم الا لله. يراد بها باطل يعني أنه لا نحتاج إلى أمراء الحكم يعني التشريع هذا هو الذي يريده الله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله الله سبحانه وتعالى لا يقول للناس أنا أمير عليكم بل لا بد للناس من أمير برا أو فاجر نظام الناس يحتاج إلى حكومة وعلى رأس هذه الحكومة أمير بس هذا الأمير اسمه رئيس الجمهورية أو اسمه ملك أو اسمه أي شيء آخر لا بد للناس من أمير برا أو فاجر ما يصير بدون حاكم يعيش الناس وإلا ستدوب الفوضى والحرج والمرج نظام المسلمين بالإمامة لذا عندما يكون الإمام الحق المعين من الله سبحانه وتعالى موجود والمسلمون يطيعوا ويطيعونه نظامهم يكون أحسن الأنظمة وصلاح الدنيا هذه الفائدة الثالثة للإمامة صلاح الدنيا لأنه الإمام أفضل قائد يطبق أفضل قانون زين إذا عندك أفضل قائد وعندك أفضل قانون يكون صلاح الدنيا وعز المؤمنين في هذا المقطع الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام بيّن الفائدة الدنيوية والأخروية نظام زمام الدين هذه فائدة أخروية الدين ما ينحرف صلاح الدنيا بمصلحة الناس وأيضا نظام المسلمين وعز المؤمنين نظام الناس يكون محفوظ وعز للمؤمنين هسه المسلمين جميعا سواء مؤمن أو منافق بالنتيجة يكون النظام موجود، يعني زمان الرسول صلى الله عليه واله في المدينة المنورة كانت حكومة الرسول صلى الله عليه واله على هؤلاء فيهم المؤمنون وفيهم المنافقون كعبد الله بن أبي وجماعته. لكن كان هناك نظام متكامل. المسلمون كانوا في نظام يعيشون في أمن وأمان وضمن برنامج موحد. لصلاح دنياهم واخرتهم حتى المنافق كان يعيش حياه كريمه لان الرسول صلى الله عليه واله عادل كان يعدل بينهم فكل واحد حقوقه محفوظه المؤمن حقوقه محفوظه والمنافق ايضا حقوقه محفوظه هذا بالنسبه الى نظام المسلمين وعز المؤمنين المؤمنون اعز في ضمن نظام الهي تكون لهم العزه ولا يذلون في ذلك النظام ثم بعد ذلك الامام عليه الصلاه والسلام الامام الرضا يبين ان الامامه اصل الاسلام النامي وفرعه السامي هذا يرتبط بمقطع الان نشير اليه مختصرا وان شاء الله في المستقبل نشرحه اكثر الامامه من اصول الدين اصل اصول الدين، اصل اصول الدين التوحيد. وبعد التوحيد من اصول الدين صفات الله سبحانه وتعالى كالعدل. ثم بعد ذلك النبوة. اعتقاد بالأنبياء جميعا بشكل إجمالي، واعتقاد بنبوة محمد صلى الله عليه واله بشكل تفصيلي. وهذا يتضمن الايمان بالقران يتضمن الايمان بالملائكه وما الى ذلك والاصل الاخر من اصول الدين الامامه لانها اختيار من الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى امرنا ان نعتقد بها وان نتبعها فلذلك اساس الاسلام بمعنى ان الاسلام يتجذر عبر الامام ولولا الامام بعد الرسول الاسلام كان يحرف وهذا اس الاسلام النامي يعني باستمرار ببركه الامامه الاسلام في نمو او هذا الاساس في نمو يعني بعباره اخرى الامامه هي القاعده التي يبنى عليها الاسلام مثل جذور الشجر جذور الشجر يبنى عليها الشجر كلما الجذور كانت اقوى الشجره تكون اقوى وفي العواصف مقاومتها اكثر وفرعه السامي يعني الامامه كما انها اس الاسلام النامي كذلك فرع الاسلام السامي كما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ظهور الاسلام يعني غلبه الاسلام على جميع الاديان. وحكومه الاسلام على كل الكره الارضيه هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ليظهره يعني تكون الغلبه العسكريه له ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون زين في زمان رسول الله صلى الله عليه واله اسلمت بعض مناطق الجزيره العربيه كالمدينه وفتحت اماكن اخرى منها كمكه الاسلام عم الجزيره العربيه لكن لم يعم العالم بعد الرسول صلى الله عليه وآله كانت فتوحات إلى مقدار معين ومعلوم إلى إسبانيا غربا وإلى أسوار الصين شرقا هو هذا المقدار لم يحكم الإسلام كل الكرة الأرضية الأديان الأخرى موجودة وأكثر الناس تابعون للأديان الأخرى يعني المسلمون حسب بعض الإحصائيات حوالي مليارياً من سبعة مليارات يعني اقل من الثلث، هناك نصارى بين مليار ونصف الى مليارين، هناك هندوس، هناك بوذيون، هناك اديان اخرى فلا كل الناس اسلموا ولا الاسلام حكم في كل بقاع الارض. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى سيتحقق ولكن بيد امام معين من قبل الله سبحانه وتعالى. وهو المهدي، عجل الله تعالى فرجه الشريف، حتى العامة في صحاحهم يروون ذلك. أنه هو من ذرية الرسول صلى الله عليه واله ويحكم الأرض، هم حسب رواياتهم سبع سنوات أو تسع سنوات. ونحن نعتقد أكثر من ذلك. وهو معين من قبل الله سبحانه وتعالى لهذه المهمه وحفظه الله سبحانه وتعالى لهذه المهمه. وايضا الله سبحانه وتعالى لم يمت عيسى بل رفعه الى السماء لهذه المهمه حتى عندما المهدي يظهر ينزل عيسى على نبينا واله وعليه الصلاه والسلام ويصلي خلفه فالنصارى يرون ان نبيهم اتبع إمام المسلمين فيسلمون اليهود ينتظرون المسيح يعلمون بأن عيسى هو المسيح الذي ينتظرونه فيسلمون أو يسلم أكثرهم وسائر الناس يسلمون وحكم الإمام المهدي يعم جميع الكرة الأرضية فالإسلام فالإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي يعني لا يكون تطبيق الاسلام كاملا وفي كل مكان الا بيد امام فلذلك هذه المقاطع التي تلونها هذا اليوم الامام الرضا عليه الصلاه والسلام يبين منزله الامام وفائدتها ومحلها من الدين بعد ذلك الامام ينتقل الى مقطع اخر وهي بيان صفات الامام مو كل واحد هو قابل للامامه لا اشخاص معينون هم الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام والله سبحانه وتعالى حباهم بصفات خاصه يذكرها الامام الرضا في تتمه الحديث التي الذي سنذكره في حلقات قادمه ان شاء الله تعالى هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين